السلام عليكم البنات، كيف كتشوفوا معايا؟ عندي هنا البيض البلدي وهنايا الحليب ديال المعز. اليوم غادي نديكم منين غادي نجيبوا الحليب ديال المعز. تبعوني باش غادي تشوفوا منين جبناه وتشوفوا الاجواء ديال ديك البلاصه. بعد ما وصلنا يا اخوات كتشوفوا معايا المعز تبارك الله كانوا سارحين، رجعوهم مع ديك جوج ديال الجوج هكا الثلاثه، وبغينا ندورو حتى واحد الحوليه نشوفوا الا لقينا عنده شي حاجه مزيانه نديوه باش ندبحوا له. بعد ما دخلت كتشوفوا معايا هنايا، هنايا مورايا راه تما كسميتو تما الحواله وما لقيناش عنده شي حولي هكا مزيان، لحقاش باعوهم مع الناس الفاكانس والناس اللي دايرين العراس. المهم باعوا كل شيء ما بقى والو، وهذا الشيء غير في المراح. كتشوفوا معايا مع الطريق ديال زيو الغادي الناظور، الجهه ديال الناظور، وتبارك الله كان دار معنا يخلي لنا الحليب ديال المعز، حيت دابا هذا الوقت شويه صعيب باش نلقاو الحليب حيت ما بقاش الربيع كيف كان هادي شحال، يعني شويه الدعوه جفات هذا العام في المغرب، ما كانش الشتاء وما كانش يعني شويه ناقصه بزاف، ماشي غير شويه وصافي، حيت الربيع اللي ياكلوا داكشي كلشي بس ما بقاش يعني الربيع وما بقاش يعني الحليب نقص، كلشي ناقص يعني بزاف الحوايج ناقصين، كلشي الناس كتشكى بهادشي اللي عندهم، هادشي اللي كيكون عندهم هادشي ديال الحواله وهادشي كيقولوا لك زعما هاد العام راه والو. بعد ما كنت كنشوف شي حولي لقيت واحد مسكين جاني صغير ما فيه ما يتذبح الصراحه، داروا الحواله بوحدهم وداروا المعز بوحدهم، المعز مسكين راه عيات راه كانت كانت برا كتاكل، درك راه رجعوهم مع نص النهار. المهم من تما جبنا الحليب وجبنا البيض البلدي، جبنا عليه كنا غادي نجيبو شي حولي ما لقيناش، يعني لقينا عنده غير واحد صغير ماشي شي حاجه كبيره، داكشي علاش ما جبناش، ودرنا واحد الدويره منا. بغيت نكثر عليكم في الفيديو نحط لكم كلشي، غير اختصرت لكم شويه شويه شويه، هزيت من الفيديوهات وحطيت لكم غير شويه شويه. بعد ما دينا جوج ديال 5 5 لتر يعني 10 لتر ديال الحليب داينها للدار، والبيض البلدي بعد ما ديناه للدار، وكنقول لكم بالصحه والراحه، وشكرا لكم بزاف بزاف على التعليقات ديالكم، وشكرا لكم على الكومنتات اللي كتكتبوا الزوينين، شكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فرجه ممتعه.